المدارس. لا ما سمعنا يعني. يعني هذا درس درس في المدرسة له. هذا أخذ العلم موسى الكاظم بن أبي جعفر الصادق عليه السلام. النور والعلم والحلم والتواضع خذ من أبي جعفر الصادق عليه السلام. موسى الكاظم علم من وجده محمد علي بن موسى بلا. لأن موسى الكاظم هو ابن علي ابن موسى بلا سلام الله عليه. رسول الله علي محمد صلى الله عليه وضياء واضح. وهو الإمام ابن الإمام أبو صاحب العصر والزمان عجل الله له الفرج وسهل الله له المهرج. فنسأل من عند الله سبحانه وتعالى ونتضرع إليه يجعل الله قدوم علينا بالبركات الله وبالأمن والإيمان والاطمئنان وانشراح الصدور وكشف الكروب وستر العيوب. فنسأل من عند المولى الكريم جل وعلا.